بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة الأحزاب، إن شاء الله أن تأتي الآيات المتعلقة بأعظم البيوت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الأحزاب وإن تصدر بالحديث عن غزوة الأحزاب، لكن السورة في عجزها الكل دار حوارها حول بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أسست البيوت؟ وعلى أي القواعد قامت؟ وهذا موضع قدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان في نفس السورة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة في أي شيء؟ في كل شيء. في كل شيء. ومن هذا كيف بنى النبي بيته؟ سورة الأحزاب تحدثنا تفصيلا كيف ربي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على أي جنب. وهنا لفتة مهمة جدا، نساء النبي كنا في البيوت ولهن آباء وأهل، حتى نفهم القضية، لأنها قضية خطيرة جدا والكثير منا لا يفطن إليها. البنت في بيت أبويها تربى بنتا، لا تربى زوجة. هل تزوجت في بيت أبيها؟ هل عرفت قواعد الزوجية؟ الأب يربي بنته بنتا على الأدب والخلق والكمالات، لكن الحياة الزوجية لها تربية خاصة، تربية خاصة من خلال الممارسة العملية في بيتها، ولا يقوى على هذا إلا الزوج. لذا جاء تكليف الرب للأزواج بتربية النساء على الزواج. يبقى الأب دوره يربي بنته وبنت على الأدب والخلق والعفة والإحصان، لكن كيف تربى زوجة، كيف تتعامل كزوجة، هذا دور الزوجة. لذا جاء الأمر من الله عز وجل لكل الأزواج الرجال، بنقول الكلام ده لأن شبابنا كل همه أن يظفر بالعروسة ويأخذ وطنه، ولا أهم له في بناء بيته. البناء يبدأ ببناء الزوجة قبل أن تكون أما لأولاده. هذا المعنى خطير، وعز أن يفطن إليه الرجال. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. فجاء الأمر ومعه الوعيد، وهذا يجعل الأمر على الوجوب باتفاق الفقهاء. ليس لزوج فيه خيار، مطالب من أول لحظة أن يقي زوجته وأولاده النار، والبداية بالزوجة. ما لم يربيها تربية زوجية صحيحة، تربية كزوجة وتربية كأم، ستكون أم في بيته ما كانت أم في بيت أبيه. فزوجيتها تبدأ عندك، وأمتها تبدأ عندك، وأنت مطالب بوقايتها ومن ينتج عنها
من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون أمرهم. ولله دار الإمام البخاري، هذا الأسطورة الربانية التي بدأ أهل الجهالة والضلال يخوضون في حقه. والله يا إخواني، يعني هذا الرجل منحة للأمة. الإنسان كل ما يقرأ في صحيح البخاري، القراءة نفسها فيه لها قواعدها، مش أي حد يقرأ البخاري. البخاري مش كتاب عادي، ده كتاب وضع الرجل فيه لنفسه مصطلحات لنسطرها في مقدمته، زي ما عن مسلم. مسلم كتب مقدمة شرح فيها القواعد التي تسير عليها في نهجه، وفي نهجه أثناء كتابة الحديث. البخاري لم يكتب، لكن الحقيقة يعني قيد الله له ابن حجر العسقلاني ليستخرج كل قواعد الإمام البخاري التي سار عليها في كتابه، وعملها في مجلد كامل اسمه دليل القارئ في كيفية قراءة صحيح البخاري. إزاي تقرأه؟ إزاي تفهم مصطلحات الرجل؟ اللي درس هذا الباب يعرف ما معنى البخاري. هذا الرجل يا إخواني أسطورة، أسطورة نادرة لا مثيل لها. في علوم الحديث بحر لا يبار، في علوم اللغة بحر لا يجار، في السير بحر لا يجار، في التفسير أعجب أن كثير من العلم لفت له، كان سمعنا تخصص تفسير. أول من قعد قواعد لعلم التفسير وجمعها كان البخاري، لم يكتبها لكن جمعها في كل المواضع اللي فسر فيها الآية أو تعرض فيها لكلمة في القرآن. الناس كلها ومعظم العلماء ينسب هذه القواعد لمن طبري. القواعد اللي قاعدها البخاري الطبري كتبها، فنسبت للطبري وتنسب البخاري. البخاري أستاذ شيخ اللي كان ذكي حقيقة. ابن كثير لما كتب كتاب التفسير عمل مقدمة، المقدمة عبارة عن إيه؟ أخذ كتاب البخاري بالكامل في فضاء القرآن وكتبها كما هي على أنها مقدمته في التفسير، كما هي أضف بعض الإضافات. البخاري موسوعة علمية في كل جانب من الشرعي. أنا بس عملت وقت هذه الإشارة السريعة، لكن البخاري يحتاج لمحاضرات. ده مدرسة ربانية قيدها الله للأمة لحفظ السنة وعلومها. الإمام البخاري جعل هذه الآية وأخذها وجعلها عنوان باب عنده في كتابه. قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فجعل الآية عنوان باب. وفقه البخاري لم يكتب، لكن جعله في تبويبات الأحاديث. الحكم المستنبط إضاعة عنوان. ولذلك تلاقي الحديث قطع، الحديث في عدة موضوعات، يكرر الحديث مرات، كل مرة بعنوان موجود في الحديث، بمسألة فقهية موجودة في الحديث. استخرج كل المسائل في عناوينه حتى قالوا فقه البخاري في تبويبه. فوضع هذه المقدمة، هذا باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد هذا الباب حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع حاكم ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته،
أنا مرة أخرى وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا من فقه البخاري العجيب أن جعل تفسير الآية بهذا الحديث، مسؤولية الرجل في البيت ومسؤولية المرأة، هي مسؤولة عن جوارب وهو مسؤول عن جوارب، والرب هيأه لما سيسأل عنه طبيعة وخلقة، وهيأها لما تسأل عنه طبيعة وخلقة. بل أقسم الله على هذه الحقيقة فقال في نص القرآن: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هل يعاب على الليل ظلمة؟ وهل يستقيم النوم إلا في ظلمة؟ وهل تهنأ السكن إلا في ظلمة؟ فأعطى لنا هذا المثال القسم العجيب جدا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فشبه الحياة الزوجية بيننا الذكر والأنثى بالليل والنهار، وكيف يتداخل الليل في النهار ويتداخل النهار في الليل طولا وقصرا شتاء وصيفا، وبينهم تنسيق عجيب. هل بغى الليل على النهار؟ هل بغى النهار على الليل؟ هذه القاعدة التي قعدها الله الأزواج ومنها الليل والنهار هي التي قعدها للبشر بين الرجال والنساء. لذا قدم هذا القسم وجعل جوابه هذا، قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الربط العجيب بين الأزواج، بين الليل والنهار وحركة الليل والنهار والتنسيق اللي بيتم بين الليل والنهار سواء طولا أو قصرا، وكيف أن الليل إن طال ثانية قصر الليل ثانية، وإن قصر النهار ثانية طال الليل الثانية، بحيث يتكامل الليل والنهار فلا تجد فجوة بينهما. ترتيب ربنا عجيب ليبين لنا أن قواعده وأحكامه التي وضعها بين الرجال والنساء على هذا النسق تدار. تدبير ربنا عجيب. لذا قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم بين كيف أديرت هذه الحركة فقال: إن سعيكم شتى. يعني إن سعيكم شتى، الذكر ذكر والأنثى أنثى، ولكل التكليف الذي يلائمه ويناسبه. ورب العباد إذا كلف العبد بشيء لا يكلفه إلا قدر وسعه وطاقته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا بل جاء بكل صيغ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إذن هنا نجد العظمة في تشريع العلي العظيم. كل البشر يعامل الرجال والنساء على أنهم بشر وخلق تسرى عليهم كل قوانين. شفت في قانون أهل الأرض قانون يفرق بين المرأة والرجل؟ نادر جدا. كل القانون تطبق على الكل وتسرى على الكل. لا، رب العباد يعلم أن للرجل طبيعة تختلف عن المرأة، وأن للرجل طبيعة وملكات تختلف عن ملكات المرأة، وأن الله عز وجل كلف كل على حسب وسعه وطبيعته التي خلق عليه. لذا قال: إن سعيكم لشتى. لشتى، بل يعطي إشارة ظريفة جدا من أول بدء الخلق لما خلق آدم حواء، إن الأمر ده يقينا شتى من البداية. لما حذرهم إبليس قال: فلا يخرجنكما. الخطاب لمن؟ للإنسان. فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ الفتشقى. ليه أفرد آدم؟ معنى إفراد آدم عن إفراد الرجال. فللرجال تكليف يقينا يختلف عن الإنسان، يقينا، لأن الله أعلم بملكات الرجال وملكات النساء، أعلم بما خلق عليه الرجال وما خلق عليه النساء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
إذا خاطب آدم من أول لحظة إن خرجته التكاليف اللي جالك أشد من حواك، لأن الله أعطاك من الملكات ومن الإمكانيات ما فوق حواك. لذا قال فلا يخرجنكم جنة، خاطب الاثنين، ثم حذر آدم بقوله فتشقى، ولم يقل فتشقي. طب ليه ما قالش فتشقي؟ لو قال فتشقيا لكلفت النساء بكل ما كلف به الرجال، ولو كلف النساء بما كلف به الرجال لغير خلق النساء ليواكب خلق الرجال، فما كان ذكر انثى ولا ذكر ذكر. فحذف الالف ده عايز مجلدات تكتب فيه، معنى خطير جدا، والقضيه عايزه تفهم على تفصيلها، لان مش فاهم تفصيل هذه المساله بيعك. فتفصيل المساله بد ان نعلم هذا، ان الله شبه الليل الزوجين الذكر والانثى بالليل والنهار، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى، ثم بين ان لكل سعيه، النهار نهار والليل ليل، الرجل رجل والانثى انثى. مش معنى كده ان احنا بنقص واحد، لا، ده كمال خلق الرجل في كونها رجل، وكمال خلق الانثى في خلق كونها انثى. قضيه ان احنا ننتقص من حق الانثى لان تكاليفها اقل من الرجال، لا، في امور فاقت المراه فيها الرجال في التكليف، لازم نفهم هذا بما يواكب طبيعتها. نوضح ان شاء الله تعالى. فمش معنى هذا ان رجل فضل بالتكليف، لا، التكليف مسؤوليه لا تشريف. لما يقول تعالى الرجال قوامون على النساء، تشريف ولا تكليف؟ تكليف. هي مسؤوله عن نفسها، وانت مسؤول عنها وعن اولادها جميعا. جميعا. رب العباد لما وضع هذه القواعد وضعها لنجني الثمره. الثمره ايه؟ ان ما في طرف يبغي على طرف. ما في ليل يطغى على نهار ونهار يطغى على ليل. ما في انثى تطغى على رجل ولا رجل يطغى على انثى. لو لزمنا قواعد الشرع اللي وضعها رب العباد لعباده في هذا الباب، يقينا النتيجه نص على القران. نص عليه سنرى. يقول تعالى لما ذكرت الحمد لله بالتفصيل، لا استعجل. فوضع قواعد واحكام للرجال، تلائم طبيعه الرجال لما خلقوا عليه، وضعوا قواعد واحكام للنساء تتلائم وطبيعة النساء وما فطرنا وخلقنا عليه. وده معنى إن سعيكم لشتى. وجعل بينهم التزاوج. فما نقص عند الرجال كمل عند النساء. وما كمل عند النساء، وما نقص عند النساء كمل عند الرجال. حتى تحتاج الأنثى للذكر ويحتاج الذكر للأنثى. لا يستغنى عنها ولا يستغنى عنها. وده من تقدير الله العجيب. والا ما استمرت حياه زوجيه. كل ما يحتاجه عندها وكل ما تحتاجه عندها. شيء عجيب، ترتيب ربنا عجيب، والقران يفصل هذا. هذا التداخل، ولذا عدها من مش من ايه، ده قال ومن اياته ان خلق لكم. ايه لكم يعني؟ اللام يسمى لام الكريم، وكأن الأنثى ما خلقت إلى الرجل، وما خلق الرجل إلا الأنثى، وذلك أمام البهلية امرأة عربية فصيحة لما وصلت ابنتها لا عرستها بدأت توصل بهذا، أي بنية إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. لازم نفهم هذه القاعدة. كوني له أما يكن لك عبد. كوني له أما يكن لك عبدا. أنت تعطي ما تفوقت عليه فيه يعطيك ما تفوق عليه فيه. وده المعادلة اللي تجعل الليل والنهار يلتقيان ولا يصطلجان. فتصبح الحياة حياة زوجية لا حرب زوجي وصراع زوجي. كثير من البيوت بجحدنا حولناها لصراع زوجي. الرجل عايز ينتصر لجنسه
والمرأة إذا تتصل لجنسها بتقول لك حقوق المرأة. حقوق المرأة فين؟ في بيتك. أي حقوق تكتسبها أي امرأة في الدنيا إذا تاخدها، والرجل حقوق الرجال. ها؟ لكن طبعا عندكم فين القوانين؟ محدمها بالتالي كويس. ها؟ أنا دايما بقول لإخواننا في أوروبا، بقول لهم إخواننا كل قوانين الغرب جعلت الحقوق تقدم فيها حقوق الأطفال، ثم النساء، ثم الكلاب والبهائم، ثم الرجال. شرع الله قدم ما حقه أن يتقدم، وحمله مسؤوليته، وحذره من أن يختل الميزان في يده. ترتيب رباني عجيب، عجيب ونضح. إيه أثر هذا؟ وأثر القوانين اللي انتخصت الرجال كيف دمرت البيوت. يا إخوان والله موضوع خطير طبعاً، مش عارف عايز سلسلة كاملة، لكن عشان أختصر في محاضرة واحدة أعلم ربنا يستر بس لا يختل الميزان من دي. إيه؟ ربي يعينك إن شاء الله. أنا هذا الموضوع يعني كنت عملت له سلسلة حوالي 29 محاضرة كنت بشرح فيها عقد الزواج فقط. حيلا طلعنا كده على المشهد. استنى كل سنة الله يرضى عليك الحقني. الله المستعان. سامحوا لي بس حبيت أقصر المسألة لأن تفصيلها مهم جدا 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 حتى نفهم يعني إيه أنثى؟ يعني رجل. ليه ربنا خلق أنثى؟ وليه خلق ذكر؟ وجعل ذلك من آتي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك القادر؟ ندرك دي النصوص وحدي يا أخوانا، ما قالها الرب عبثا، ما قالها رب العالمين عبثا، لكن قالها حتى نتفطن لما فيها من حقائق ودقائق، اعلمها في الحقيقة تدرك. يبقى إذا إن سعيكم لشتى جعل للمرأة طبيعة تختلف. المرأة لها رحم، لك أنت رحم. المرأة أهلت للحمل والولادة، أنت أهلت للحمل والولادة؟ ما أهلت لهذا ولا خلقت لهذا. إذا للمرأة يقينا مهام تختلف عن الرجال، ولا الرجال مهام تختلف عن الرجال؟ على حسب طبيعة كل واحد. ولا حياة لواحد من آخر بدون الرحم عند المرأة. كنا نولد اصلا ما كان لنا وجود، ولا لابنائنا وجود، ولا للبشريه وجود لولا الرحم عند المراه وحملها وانجابها ما كان هناك بشريه. ففي سبيل بقاء البشريه رب العباد اوجد هذا التركيب الرباني العجيب، وعده من اياته وقال ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم. الله أكبر. يعني يعني المرأة منك. الإنسان يؤذي امرأته ليعلم أنه آذى نفسه. وفي هذا إشارة عجيبة جدا، إن أي ضرر أو أذى يلحق بالمرأة يضر الرجل قبل المرأة. هتبقى فل، هتبقى معك فل، هتنكد عليها، تنكد على اللي خلفوك. بل حديث النبي بيان قال إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علك. إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج. أنا تعمدت أذكر الحديث في هذا الموضع حتى نفهمه، لأن كثير من الرجالة فهم الحديث لتنقيص المرأة، لها بتعوجة من ضلع عوج، يا أخي تلم خلي عندك دم. الضلع ده جاي من فين؟ منك. ضلع آدم اللي خلقت منه حواء الضلع الشمال، آخر ضلع في صدرك. هذا الضلع أعوج ضلع، الضلع فوق تلاقيها ماشية قريبة من الاستقامة. كل ما تنزل تحت تتلوح. أو أشدها إعوجاج آخرها. مش كده ليه؟ حياة الرجل لا تستقيم إلا بعوجات ضلعه.
كان لو ضلعك الاخير ده بقى عدل. تعرف تنام، تعرف تقوم، تعرف تتحرك، اعوجاج جسمك، استقامه جسمك باعوجاج ضلعك، واستقامه حياتك بخلق المراه على الصوره التي خلقت عليها لا غيرها. لا استقامه لك بغيرها. تشبيه نبوي عجيب، لكن فهمه الجهله فهم خاطئ شديد. حتى اساء الانساء والنساء بعضهم بدا ينكر حتى الحديث، الحديث صحيح خالد. زاد الخلق من ضلع. ده ترتيب رباني عجيب وبيان نبوي شريف صلى الله عليه وسلم. لما يعطينا هذا التشبيه الدقيق حتى نعلم ان حياتنا مع المراه لا تستقيم الا بالمراه على حالها هذا. عايز تغيرها تخليها رجل؟ تخليها مثلك؟ مثل اصدقائك وحبايبك تناظرك الحجه والحجه؟ هتنجن انت. وهنوضح بالتفصيل. لهذا جاء تكليف الله للمراه مختلف تماما عن الرجل. طبعا في تكليف عامه للكل، اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والحج والصيام وتحليل الحلال وتحليل الحرام في الكورس والمعاملات، كل هذا اتفق بين الرجال والنساء. لكن المسائل اللي اختلفت فيها طبيعه الرجال والنساء جاء التكليف متباينا مختلفا. للرجال ما يلمسهم وللنساء ما يلائمهم. ده معنى ان سعيكم لشتى. طيب نشوف الطبيعه. رب العباد جعل هذا التزاوج له نتيجه وثمره. عشان بس نجيبه من الاخر، خلي فارق من نفس سرعت. النتاج اولاد. على اي حال يخرجوا؟ اولا محتاجين محضر. وليس عند الرجل محضر. مع انه الاب والمسؤول الاول. المحضر في الرحم ولا محضر اخر. والبشريه للان لا تستطيع ان تولد طفل حتى مع وجود المني البيض. اخرها ياخذ في الانبوبه ساعات ويحطه في رحم الام. لكن لا بد له من هذا المحضر من ربنا. هذا المحضر له تبعاته التي تؤثر في المراه ضعف القوة. تخيل في رحمها يتكون بني آدم، كم أثره عليها؟ حاجاته كلها بيخدم فيه. تصبح الأم كالأرض للنبات. بينبت في النبات من الأرض، بيجيب زرعه ازاي؟ الجذور بتاعته تسحب لغاية ما كده ليه؟ الطفل كذلك أين ينمو؟ بيجيب غذائه من فين؟ من كل ذرات جسم الأم. وهيأ الله فطرة الأم كما هيأ الأرض للنبات. ولذلك رب العباد لما شبه الولد والإيلاج بين الرجل والمرأة شبهه هذا. تشبيه رباني عجيب، عجيب جدا. قال نساؤكم، نساؤكم، فنسب هذا الرجل نساؤكم حرث لكم. الارض اللي تنبت، الارض اللي تنبت، بس الارض اللي تنبت نبات دي بتنبت رجال ونساء. تنبت اعظم مخلوق من استخلفه الله في ارضه. واللي تنبت خليفه الله في الارض دي تشاف العين. والله انبتكم من الارض نباتا كما تم ينبت النبات انبت الله النساء في بطن الام. لذا قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. يعني انا شئتم براحتك في الطريقه اللي تريحك، لكن المكان واحد لا تغير، مكان النبات. شرب غرب من فوق من تحت، النهايه لابد من النبات. تشبيه رباني عجيب جدا. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ما شئتم وقدموا لانفسكم. ما فيش واحد بيزرع ارض وكلها حشاش.
لازم يقدم وينظف ويظبط وبعدين يزرع. ينفع؟ ما ينفعش الزرع بدون مقدمات. لذا قال وقدموا مش لنسائكم قال لأنفسكم. تلحظ هذا الملحظ دائما رب العباد كل ما تعلم المرأة يسيب للرجل في الآخر. أنت في الآخر اللي هتحصد. أنت اللي بتزرع وأنت اللي بتحصد. نظفت الأرض كويس وقدمت أنت الذي ستسعد بأحلى نبات وأحلى ذرية. أفسدت فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اعلم هذه القواعد. تشبيهات القرآن يا إخواني دقيقة جدا 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 جدا. كلام رب العالمين يا إخواني مش كلامي. ندرك هذا الحقيقة. الزوجان لهم نتاج. النتاج طفل محضنه الأم ومحضنه 9 شهور شالها أمها مش يوم وليلة. تستطيع أنت رجل تشيل الطفل على أيديك يوم بليلة؟ بس تقدر ما تنامش يوم وليلة؟ هترميه وتصوت. من أقدر على الحضانة؟ أنت ولا إيه؟ يبقى الرجال فوق النساء في هذا؟ سلامات. نتلم الخلع ده ودون هذا المحضر ما كنا ولا كنا الأولاد. لازم نفهم هذا الحقيقة. وليست الحضانة فقط في رحمها. ده بعد الولادة 2 كاملتين على ثديها. شيلها. رايحة جاية شيلها. وتسقيه من لبنها. ما انقطعت صلته. 2 كاملين والوالدات يقول والوالدات لما جه يذكر القضية دي ويربط من علاقة الرجل بالمرأة بالأولاد 3 أطراف للأسرة. ترتيب ربنا عجيب حتى الألفاظ يا اخوانا منتقاة لفظ لفظ. قال تعالى والوالدات معلش الأمهات أو الزوجات. ما الوالدة دي أم وزوجة. لم يذكر لا صفة الزوجة ولا الأمومة. قال إيه؟ والوالدات. عشان نلفت انتباهنا. ده هي بس اللي تعرف تلد وتحمل. هي بس مش أنت. الرجل حمل الولد خفة في ظهره وضعه شكله. خلصت. علاقته بانتهت. أما أمه فهي التي عانت. لذا قال تعالى: حملته كرها ووضعته كرها. فهل يستوي في العطاء هذا وذاك؟ اللي حمل قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. هنبيعها في الاخر. نفهم. ما اعطاها النبي هذا الحق الا لان هذا حقها. وهذا ما يكافئ شيء من عطائنا. حملته كرها ووضعته كرها. بس انا مش اختيار. لذا عبر رب العباد بهذا التعبير ربنا عجيب. قال والوالدات. لم يقل لا الزوجات ولا الامهات. والوالدات ثم ذكر التكليف. قال يرضعن اولادهن مش اولادكم. ففي هذا الموضع نسب الاولاد ليها. مع ان في مواضع كثيره قال اولادكم يوصيكم الله في اولادكم. لما جه عند الفلوس البزنس قال اولادكم. لما جه عند الحمل والرضاعه قال والوالدات يرضعن. يا اخوانا لما تتبع ايه القران شيء يذهل في التصريف الكلمات. يذهل العقل. سبحان من نظم هذا الكتاب. لفظا لفظا حرفا حرفا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. إذا كانت هي التي حملت كرها وضعت كرها، من أحق بالولد منها؟ من أحق بالولد منها؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. زوج وزوجة اتفقوا مع بعض. طب بعدين؟ في وقت الحمل والرضاعة نطالب المرأة
بالكسب لنفسها. كل قوانين أهل الأرض تحمل المرأة مسؤولية نفسها في النفقة. طب هي التي تحمل كرها وتضع كرها وترضع كرها وتطالب بالكسب، ولكن المساواة بين المرأة والرجل لازم تشتغل زيه وراس براس. نحن بهذا نحملها ما لا تطيق ونكلفها ما فوق طاقتها. الرجل نفسه العمل يعيه ويهده، نطالب المرأة بعمل مثله مع الحمل والرضاعة والتربية. أليس هذا من أعظم الظلم للنساء وأوهمة النساء أن هذا مصدر عزها وقوتها ومساواتها بالرجال؟ خدع النساء، خداع كبير. ويتحمل كفه الإعلام والرجال في الإعلام، دمر النساء. كيف تطالب المرأة بعمل مثل عمل رجل ثم بعملها كأنثى؟ ده عملها وحدة قد لا تقوى عليه. في الحضانة والتربية محتاجة لسعيدها، محتاجة لسعيدها، نطالبها أن تعمل هذا العمل كاملا ومعه عمل تكسب منه. دي كارثة، كارثة وظلم بين. ولو أعطتنا القوانين هذا فرب العبادة حرم على الرجال هذا. الرؤوف الرحيم بالنساء وبالرجال لكي تستقيم، لأن المرأة إذا كلفت ما لا تطيق النتيجة إيه؟ ستعجز، ستعجز. أي واحد يتحمل ما لا يطيق؟ الله الله يحفظ يا رب شيخنا، هنخفف عنه شوية بس، هنحمله ما لا يطيق يا رب فين؟ الله يرحمه، الله الله يحفظه، الله يحفظه. شيخنا الدكتور عبد الستار محمد سعيد حكى لي هذه القصه شخصيه. قال لي كنت استاذ في كليه اصول الدين، وكان رئيس القسم وقته الدكتور محمد الراوي والله يرحمه رحمه الله. قال فلقيت الراجل ايه؟ شايف مني انتاج عالي جدا في مناقشه الرسائل والماجستير والدكتوراه. قال فكل رساله تعجبه لقاها حلوه ويحولها على الدكتور عبد الستار. حولها على الدكتور عبد الستار. قال لقيت نفسي شايف نص رسائل قسم. ففي يوم لقيته خلاص انا مش قادر خلاص عندي، وجاي رساله ورساله كبيره ويقول لي يا دكتور عبد الستار دي مهمه جدا وما خدتهاش انت ما ينفعش اي واحد تاني غيرك ياخدها. قال فانا قلت له يا مولانا، قال له انا هحكي لك قصه. فواحد بحب امه وكانوا بيديله السكن، فبتقول لي يا ابني ما فيش حد يشيل الحاج غيرك، فعايزه تملى عفش كله، فعملته هو الجمل، فعماله تحط له ها الصالون والانتريه فوق لا ظهره وهو نايم زي جمل. في الاخر بعد ما حط الشيله دي كلها وهو مش قادر يقوم، قال لي استنى بس انسان الرحايا الحجر، انا اقدر احطيها وانا ابقى راجل لو قمت. فانت حط اللي عايزينه والراجل اللي يقدر يقوم هيقوم في ايه؟ اذا حملناه ما يطيق يقوم ولا هيتحرك، ولا هيتحرك. ان كلفنا المراه ما لا تطيق كيف تؤدي؟ لن تؤدي كأم ولا كأنثى ولا كعاملة. دمرنا حياتها تحت مسمى المساواة، هذه كارثة. رب العباد وضع هذه القواعد لنتعلم أن الذي حكم بهذه الأحكام هو العليم الحكيم، العليم بخلقنا، الحكيم في كل ما شرع لنا دقيق وجليل. لذا جاء هذا التعبير رب العالمين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى تكلف هي بالحمل والرضاعة. وبعدين قال وعلى الزوج وعلى الأب، ما جابش سيرته لا زوج ولا أب، قال وعلى المولود له عشان يتلم ويخلي عنده دم. سماها إيه؟ لا الزوج ولا الأب، سماها ايه؟ يبقى نسب الام للاولاد الوالدات، ونسب الاب للاولاد. ومن اجل الورد يتسقي العليق، من اجل الاولاد الرجل يتحمل والام تتحمل. تحملت كرها يقابل هذا الكره
الشقاء على الرجل. ترتيب رباني عجيب فتشقى، هو ده الشقاء، يصبح هو المسؤول بالكامل حال حملها وإنجابها عن كل ما تحتاجه ووليدها من ألف للياء، من ألف للياء. لذا قال وعلى المولود له. يبقى هي حملت ولدك لمين؟ وشيء عجيب والله يا اخوانا، سبحان من حبب لها هذا. يعني الام مع الام الحمل والام الولاده بتقول خلاص مش هخلف تاني، بتصرخ في ساعات خروج الطفل، الصرخه تسمع بلد والالام رهيبه جدا. وسبحان الله بمجرد ان ترى الطفل امامها تقول عايز اخلف تاني. سبحان من حبب اليها هذا مع الاكراه الواقع عليه، ذلك تقدير العزيز العليم. اخواننا اللي شرع، اللي خلق، الذي يعلم طبيعه خلقه وحال خلقه وامكانيات خلقه. لذا قال وعلى المولود له رزقهن وبهن بدا. ولما يقول رزقهن يبقى مش بعدها، يبقى عيالها وعيالك. ها؟ مش اول ما يولد العيل اللي اختلف خد ابنك، خد ابنك اتلم وخلي عندك دم، ده هو في النهايه ينسب اليك. قال فلان من فلان ولا ابن فلان ينسب اليك، وتنال شرف نسبته اليك وفضلك عليه مجانا بدون مقابل. الام نالت هذا بالاكراه الواقع عليها وجهدها، فلا بد من مقابل من الرجال. وده اللي رب العباد علق عليه بقوله فتشقى. نفهم هذه الحقيقه. لذا قال وعلى المولود له رزقهن كل ما تحتاج اليه في وقت حملها وفي وقت انجابها وفي حياتها كلها مع رجل من الف للياء. لذا اجمع الفقهاء على ان نفقه المراه حال الزوجيه بالكامل على الرجل ولو كانت اغنى منه الاف المرات، غير مطالبه ان تنفق مليم على نفسها الا طبعا برضاها، وهو مطالب على بإنفاق على كل حاجاتها على قدر وسعه، على قدر وسعه. القانون ده يا اخواننا غير موجود عند اهل الارض. كل ماشي على النظام الانجليزي، ها؟ الراس بالراس. انا يعني لقيت مشهد عجيب جدا، كنا في نيويورك مع اخ سواق تاكسي، والراجل راكب مراته نزل يجري وقال لها ادفعي، بتقول لي لا انا دفعت لك التاكسي اللي فات، ادفعي مفيش حاجه اسمها كل مره، انا مره انت مره، ويحاسبها بالفلس سميته الاقل سنت بالسنت. ها؟ نسال الله العفو والعافيه. رب العباد ينص على هذه الآية على أن كل ما تحتاج إليه المرأة في الفترة التي فيها تفرغت وجعلت طاقتها كلها للأولاد. أنت عشان تجيب واحدة تربي الولد عايز تخرج، تخيل. وده الكارثة اللي جوه دلوقتي، الست تطلع تشتغل وأنت بحاضنة، الحاضنة تاخد كام؟ ما يعطيه للحاضنة لو انفقه على الام لاعطت مليون ما تعطي الحاضنة. ايهما اولى؟ الحاضنة هتعطيه تربية مراعاة في الاكل والشرب، الحاضنة هتربيه لك؟ الحاضنة تعطيه من حنانها واحد على مليون من حنان الام؟ تقسم ان تدفع مالك للحاضنة الغريبة وتأبى ان تدفعه لمرأتك؟ هذه كارثة، هذه كارثة ومقاييس مغلومة. لذا نصت الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جبتها بنت ناس تعيشها في مستوى، جبتها فقيرة على المستوى ومستواك الجمال، لكن ما
تتعاملهاش معامله قله، تلاقيه كريم جدا مع اخوانه وطوال اليوم في القهوه وفي الشيشه ومع الوليه. الوليه بس بيسموه ايه؟ ما حصلش الجلد زي ما تقول جلد ايوه ظالم ده الجلد ده ما حصلش الجلد. اذا ندرك هذا معنى يا اخواني لابد ان نقدر الامور بمقادير رب العباد قدرها لنا. اذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بل اقول ما هو اشد، لو ابى الرجل شرع الله جعل حق المراه تاخذ من ماله ما يكفيها ولدها رغم انفه من وراه وبغربه. ثبت في الحديث الصحيح، بنقول كلام عشان نبقى الصوره واضحه. هنوضح. انا عارف الكلام عليك شديد. يعني هو الحكومه وانت كمان. اكتبها يعني. ثبت في الحديث الصحيح ان هند بنت عتبه رضي الله عنها بعد ان فعلت فعلتها في اسد الله في ارض الحمزه بن طالب يوم احد حين استاجرت حبشي لقتله ثم بقرت بطنه ولاكت كبده، لما اسلمت جاءت تبايع النبي وهي منكسره شديده الحياء يعني عارفها، فجاءت منقبة. فلما جلست تبايع مع من تبايع من نسوة هند فيها حرارة المرأة المسلمة الحرة، فلما أراد البيع بعنة قال تبايعنني كلك على ألا تشركنا بالله، توحيد مفيش نزاع فيه، بايعت. قال ولا تسرق ولا تزنين ولا تقتل ولا تقتل، كل كلمة قالها ردت عليه فيه التوحيد سلمت. فلما قال ما تسريق؟ قالت يا رسول الله ابو سفيان رجل مسيك يعني شحيح ما بيطلعش فلوس. قال يا هند، قالت اخذ من خلفه انا بس صراحه لا تسريق انا باخذ منه اروح فين وعيالي؟ ما ينفعش. قال يا هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا تزيدي. ودي قاعده، لو اخذت اكثر من حاجاتها الضروريه اولادها اثمت، ولو اخذت في حدود الحاجه لا اثم عليها. ودي قاعده، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا تزيدي، لان بعض النساء فتع الحدود تقول خذي ما يكفيك بالمعروف تروح تشتري من وراها سياره وتشتري من وراها شقه، كل هذا محرم محرم عشان الكل يتلم واقف عند حدود الله رجل او انثى. يا اخوان القواعد دي قواعد دين اللي وضعها رب العالمين وبينها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وحي. وان لم يكن العدل والقسط في وحي الله فاين العدل والقسط؟ اين العدل والقسط؟ يا هند خذي ما يكفيك وولدك ولا تزيدي. اطمئنك يا ابو شريف؟ الشعر مش هيظلمك يا ابو شريف. ما تخافش. اذا ندرك هذا المعنى. اذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من غير زياده راس. بالمعروف. واحده مسرفه. مجنونه. الرجل لو جراها عده الشارع سفيها، وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. انا بكلم كلام عشان يبقى كلام مفتوح، انا بكلم دين اخواني. اذا سفهت المراه لو جراها الرجل اسد، فجعل رب العباد النفقه بالمعروف اللي تضمن لها حياه كريمه من غير اسراف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم عقب ليبين حكمته في تشريعه.
ليه كلف الرجال والنساء بهذا التكليف؟ قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعلى المولد له رزقنا معروف لا تكلف نفس الا وسعها. وبعدين بين لنا الثمره نتيجه هذه الشرعيه اعطانا خلاص. قال لا تضار والده بولدها، بس لا، ولا مولود له بولده، بس لا. قال وعلى الوارث مثل ذلك الاولاد. يبقى احنا ثلاثه اطراف في المعادله، والدات الاب الام او الزوجه، مولود له الاب او الزوج، والاولاد. وضع الله لنا قواعد شرعيه تضمن للثلاثه اطراف مش طرف واحد، ألا يقع من طرف ضرر ولا يقع عليه ضرر. جبنا كلامنا فين؟ بالكلمة التي جاءت. قال لا تضر ولا لا تضر؟ لا تضر. إيه معنى لا تضر؟ مفيش مضار. لا، جمعت المعنيين. هذه كلمة مشتركة في اللغة. لا تضر أي لا تضر ولا تضر. لا يقع منها ضرر، تعبيرات قرآنية عجيبة. لا تضار، لا تضر ولا تضر والدة بسبب والدها وحملها وإكراهها على ولدها، ولا لا تضر والدة بولدها، ولا مولود له الزوج الأب بولدها. مش معنى إن هي حملت وجبت تزل أنفاس اللي خلفوه. فلا يقع منه ضرر، لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر، ولا يقع عليه هو ضرر ولا يقع منه ضرر. قال وعلى الوارث مثل ذلك، والاولاد ما يسيبوش فيها، اذا كانت الخدمه دي يخدمهم ما يسيبوش في العبط ويذلوا انفاس ابوهم اللي خلفوه. وكذلك الاولاد لا يضر ولا يضر. اي معادله على وجه الارض في كل قطاع الارض اللي وضعت في الاحوال الشخصيه تضمن للاطراف الثلاثه الا يقع من طرف ضرر ولا عليه ضرر. هدول قانون واحد. قانون واحد. غير قانون الله لا وجود له. لا وجود له. يا اخواني ده تشريع وضعه العليم الحكيم. قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يبقى اذا لما وضع هذه القواعد وضع فراغ. وضع القواعد اللي تضمن ان الاطراف الثلاثه تحيا اجمل حياه واكمل حياه. ما فيها طرف يفكر لحظه او يسعى لحظه ان يضر غيره او يضره غيره. وده معنى التزاوج بالليل والنهار. في الليل بدور النهار؟ في نهار بدور الليل؟ ولذلك رب اقسم بالاثنين دول قبل ما اشوف لنا هذا التزاوج. حتى ندرك الحقيقة التي أرادها الله من هذا التشريع سبحانه وتعالى. كيف يتداخل الرجال مع النساء بحيث لا يقع على أي طرف ضرر، لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد. ها؟ هاتوا لي تشريع واحد على وجه الأرض يضمن كل هذا. واحد بس. هنطبق من أهل الأرض؟ أهل الأرض بدون الوحي دمار. بل الصحابة نفسهم قبل نزول هذا التشريع كانت حياتهم دمار. الصحابة قبل أن يعوا حكم الله وينزل عليهم بالتفصيلات هذه كانت حياتهم إيه؟ أحكي لكم قصة ظريفة واخد مع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن ضرب النساء. نهى. ثاني يوم رايح المسجد الفجر لقى الرجال عندهم ظهر دم جنب. كيف؟ قال له تمرد على النساء، ما فيش واحد بتسمع كلام. مجرد نهى الرجال عن ضرب النساء بس. تمرد كل النساء ما فيش واحد بتسمع كلام. حتى شكى كل الرجال، مظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طب يعني هيمنع الرجال اديهم لسانهم غلطوا؟ اذن لهم في الضرب. كل واحد رن مراته علقه، تاني يوم الفجر لقى النساء عاملين ظهر دم بجد. يا رشد ودول صحابه يا اخوانا ومن احكم الرجال والنساء في العصر في عصور التاريخ كله.
لكن الحكمة بدون الوحي ما قيمتها؟ ما قيمتها؟ ده درس عملي. الصحابة اللي أذن لهم بالضرب الكل ضرب، منع من الضرب الكل اتبهدل. وإذا بالوحي ينزل بهذه الآيات: الرجال قوامون على النساء، ليضع القواعد التي تجعل الرجل في مكانه والمرأة في مكانها، لا يضر أحدهم الآخر ولا يضر من الآخر. فما استقامت هذه الصحابة إلا بكتاب الله وحده. أقول لي بس كم من الناس الشداد قوي في بيوتهم سيدنا عمر رجالي كان رهيب. حديث المزارع النساء بيحكوا على زوجهم، واحدة منهم تصف زوجها قالوا كأنه عمر، تقول زوجي العشنق، يعني طويل القامة عرض من كبير، حاجة ضخمة جدا. إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. لو سكت يهجرني مش ناحيتي يعلق، ونطقت يطلقني. طب تعمل إيه؟ تسكت وتتكلم. كان شديد جدا حتى وصل لمرحلة كان لا يسمح لأي امرأة من سائل إنها تراجع في كلمة ناقشه. المناقشة دي بالنسبة لي جريمة. كيف امرأة تتدخل في شغل الرجال؟ عاش عمر حياته في الجاهلية على هذه الحالة، مش لوحده، ده كل أهل مكة كذلك. فيهم شدة وفيهم حدة معروفة يعني. وأثر البيئة الصحراوية والحرارة الشديدة اللي عاش فيها وصلت لهذا الوحي. فلما هاجر المدينة فوجئ في يوم بيكلم الرجل فراجعته، فسيدنا عمر استل قضيب من حديد وجيل وراه يكع عنقه. قالت مهلا، أتعب مراجعتي ونساء النبي رجعنا ورسول الله من ذلك المنزل؟ أول ما قالت نساء النبي رجعنا ورسول الله يقبل، عمر الهائج وقف عند الحق، وقف قال ما تقولين؟ قالت يقبل رسول الله رجعت نساء. قال أو نساء النبي رجعنا؟ يعني الكلام ده خطر ببال النساء أصلا يفهمون؟ كانت بالنسبة لسيدنا عمر دي جريمة لا تغتفر، ولا يقبل أن يفعل هذا معه، يقبل أن يفعل مع رسول الله اللي هو يعني بالنسبة له الرمز المحبوب الأعظم بعد ما أحبك الله عز وجل، أحب إليه من نفسي ومالي. قالت نعم رجعنا من قبل. قال أو حفصة ابنة عمر رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويح حفصة، خد القضيب وراح حفصة. راح حفصة عشان نعرف بس يا اخوانا غياب التشريع كيف كان حال الناس بدونه. بل رحم الله عمر والنفس الذي يقول هذا، يقول من نشا فينا لم يعرف الجاهليه وعكها والبلايا اللي فيها، من نشا فينا لم يعرف الجاهليه لم يعرف الاسلام. اللي طلع ما شافش خلق وسلوكات اهل الجاهليه لا يعرف الفرق الكبير جدا بين الانسفال الذي عاشت فيه البشريه قبل الاسلام والسمو الذي بلغت فيه البشريه بعد نزول الوحي ورفع الله للعباد بشرعه واحكامه. من نشا فينا لم يعرف الجاهليه لم يعرف الاسلام. عمر راح السيد حفصه طرف الباب فتحت، يا حفصه ارجعت يا رسول الله؟ قالت نعم. قال ريحك وبس هيقتلها. قالت يا ابي مهلا، رسول الله قبل مني وهو زوجي، ألا تخبر أنت وأنت أبي؟ ومن اللي حامل البنت؟ أبوها لزوجها. أبوها لزوجها. الفطرة بتقول إن الأب هو اللي حامل وتطلع على البنت، تخاف على بنته. لكن ده أبوها اللي جاي يقتلها. قالت يا أبي، أيقبل رسول ذلك مني؟ ولا تخبر أنت وأنت أبي؟ فتوقف. قال يا حفصة، استأذني يا رسول لأتعلم منه، فإن كان قد قبل ذلك تشريعا
فسمعا لله وطاعه. وان كان ذلك لتعالي كن عليه وكأت عنقته امك. خلص على مين؟ انا بحكي القصه دي يا اخوانا حتى نعرف ان عمر ده من اعدل الخلق في التاريخ. لكن ما قيمه عمر بلا اسلام؟ ما قيمه عرب بلا اسلام؟ ما قيمه بشر بلا اسلام؟ لا قيمه، لا قيمه. ندرك هذه الحقيقه. اعدل الخلق اين عدلهم بدون الوحي؟ رحم الله عمر بن عزيز لما تحدث الناس عن عدل اللي بهر العالم حتى دخل عليه جماعه العلماء قالوا جزاك الله عن الاسلام خيرا، قال ويحكم بل قولوا جزى الاسلام عني خيرا فلولا الاسلام ما كان عمر. لولا الوحي ما كان عمر. ايه قيمه عمر بالوحي؟ كان من اظلم خلق الله في الجاهليه. اللي جعله اسطوره في العدل الوحي ولزومه. فلما استاذن جماعه النبي صلى الله عليه وسلم عمر لاحكي القصه يقول فلما اذن لي رسول الله فدخلت عليه فسلمت فبادرني الحديث قبل ما اتكلم هو اللي بدأني. قال اجلس. جلست. قال ما لك والنساء؟ احكي لنا حكايتك مع النسوان. ما النبي يقرأ من وحي. ماذا نقرأ؟ قال ما لك والنساء؟ احكي لك مع النساء. سيدنا عمر طبعا يعلم ان ده وحي وان هو اللي عرف مشكله عمر قال بدخل عمر اسمعها مني. ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كنا نحكم النساء طول عمرنا نحكم النساء. فلما قدمنا إلى المدينة وجدنا نساء تحكمهم. اللي في المدينة مين؟ الأنصار. يلا في الأنصار ده عمر. قال فطر ما شعر إن الخلق ده مش مستريح له مش عادته ولا تعود عليه. هذا إن معاش المهاجرين كنا نحكم سائل. فلما قدمنا المدينة وجدنا نساء تحكم. قال كلمة عجيبة. قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار. سماها أدب رغم أنه مختلف ولا رأى. لكن شوف شوف يا أخوانا التربية اللي ربوا عليها. بيتكلم عن الأنصار ما يخش الأنصار حتى ولو خالفوا كل عاداته وتقاليده. قال فطفق نساءنا يتعلمنا من ادب نساء الانصار فاصبحنا يراجعننا. دي الجريمه ان مراته بتناقشه بترجع في الكلام. فلقنه النبي درسا. قال يا عمر من المراه؟ ده الموضوع اللي هنعمل فيه دلوقتي التاصيل. رده للاصل. انت بتنكر على المراه المرجع ليه؟ لكونها امراه؟ طب من المراه؟ ثم أجابه صلى الله عليه وسلم قال هل المرأة إلا أمك؟ أمك امرأة مش امرأة؟ طول عمرها بتراجعك. ترضى تراجع أمك أنت؟ طيب أمك دي امرأة ورجل؟ ما امرأة. إزاي قبلت مراجعة امرأة هي أمك ولا تقبل مراجعة غيرها؟ درس عملي يفصل طول عمر. هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ أختك كبيرة وطول عمرها هي اللي بتوجهك وتربيك مش ترجعها ولا ترجعك. ده هي اللي بتوجهك أصلا وأنت تقبل منها. هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. أنت من امرأة وأنت امرأة. انتهت القصة عند عمر للأبد. خلاص انتهت. علم ان هذا حق للمراه كما اعطي لامي اعطي لاختي الصغيره الكبيره اعطي لزوجتي اعطي لابنتي. ممكن متى ترجع؟ ترجع. حتى كان لا ينازع في هذا على الملأ. لما وقف على المنبر ولقى الناس بدات نسبه العنصر تظهر في الامه
بسبب معاناة المهور هو أمير المؤمنين طلع على المنبر قال أيها المسلمون لا تبالغوا في المهور فوالله ما مهر رسول الله إحدى نسائه أكثر من 400 درهم الحد الأقصى نعمل حد أقصى 400 درهم للمهور عشان يتجوز كل البنات فقامت له من آخر صفوف امرأة قالت يا أمير المؤمنين أتحرم ما أحل الله لنا؟ يقول تعالى وإذا أتيتم إحداهن قنطارا مش عروض دينهم قنطار ذهب فلا تأخذوا منه شيئا في التمر قال كل الناس أفقه منك عمر أيها المسلمون أصابت امرأة وأخطأ عمر لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما تأخذ رجع الحق فورا بمراجعة امرأة بل كانت خاولة بنت زعلبة تقف في الشارع وتقول كنت عوينر كنت عمر صغير ثم شباب ثم صرت عمر ثم الآن أنت المؤمنين اتق الله فينا عمر الصحابة عدم مستعجبين امرأة عجوز مسك عمر تغسله ويتنصحه فقالوا أتسمع لهذه المرأة عمر؟ قال فأظل أسمعها ما لم تشغلني عن الفرائض وكيف لا يسمعها عمر؟ ومن عمر حتى لا يسمعها وقد سمعها رب العالمين فوق سبع سماوات ثم تلا الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إذن نزل في الآية من عمر ما سمعهاش ولا سمع صوتها سمعها رب العالمين وبكى عمر من أنا حتى لا أسمعها الفهم العالي الراقي لآداب القرآن وتعاليمه هو ده عمر إذن المدرسة اللي ربي فيها عمر وغير عمر يبقى القصة مش وجودة ولا شطارة ولا مين نبلة مش حرب يا خدمة احنا مقدمين على حياة زوجية ورجل مطالب ان يأخذ بيد امرأته وأولاده من النار إلى الجنة وأنفسكم أهليكم وده مسؤوليتكم والمرأة مطالبة ان تأخذ بيد زوجها وولدها إلى الجنة ما تبقاش شعنونة تدمر البيت بجحلها وجهالاتها وسماعها للفساد اللي يبث في الإعلام الليل والنهار يا نساء المسلمين اتقين الله والزمن حدوده دي قواعد وضعها رب العباد للعباد لتستقيم بها الحياة ولا استقام الغير أمجلهم خفش لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني أنا لا أسوق هذه المعاني إلا لبان الحق الذي دعانا الحق إليه إن وضع هذه القواعد رب العالمين رب العالمين لتستقيم الحياة الزوجية لنصبح في حياتنا كالليل والنهار كالليل والنهار ضع هذا التشكيل إسرائيله فرب العباد ما أقسم يعبث إن طال الليل دخل عليه النهار وإن طال النهار دخل عليه الليل الرجل يكمل ما عند المرأة نقص والمرأة تكمل ما عند الرجل نقص اللي يتعب الطرف الثاني والطرف يشيله حتى لو بذل ضعف ما بذل وإلا كيف تكون حياة زوجية؟ كيف تكون حياة زوجية؟ ومش فقط في الماديات الكارثة الكبرى إن الصراعات كلها في الماديات في النفق وفي فلوس هذه ليست حياة زوجية هذه حياة مالية دي بقيت شركة مش حياة زوجية شركة وكل شريك عايز الربح وعايز مصلحته دمرنا البيوت بهذه التجارة الفاسدة الكاسدة يا إخواني الرجل ليس بنك كل واحد يقول لك أنا بقدر الرجل حقه جابناها أحلى عفش وأحلى فرش وأحلى شقة وأحلى سيارة وبعدين ده بس نطلب منك الماديات أبدا يا إخواني رب العباد لما شرع هذا التشريع كل ما تحتاج إليه المرأة من الرجل وضع له قواعده وكل ما يحتاج الرجل إليه من المرأة وضع له قواعد حاجة الرجل المرأة ترحصر في إيه؟ ما ترحصرش
ده مفتوح، ده شهوة. ولذا بشوف العبارة سبحانك رب، يقول تعالى زين للناس حب الشهوات، ولا الشهوة جمع، وبدأ بمين؟ قال من النساء. يبقى للرجل عند المرأة شهوة ولا شهوات؟ حاجة ولا حاجات؟ سموني هسعتين قبل ما اخد، لان الموضوع طويل جدا، بقول لكم دي يعني مدة 29 محاضرة وكملتش، بحاول الخصها تلخيص شديد جدا جدا جدا. لم يقل شهوة، بل قال زين للناس حب الشهوات من النساء. انا قعدت ابحث وجدت ان الرجل عند المرأة اكثر من 30 شهوة، والمرأة كذلك. حب نظر الرجل للمرأة شهوة، يحب ان ينظر اليه، يستمتع بجماله، وحب نظرها اليه شهوة. يا سلام لو بصيت الدنيا ما فيه، ها؟ بل نظم فيها شعرا. انا اذكر كنا اطفال صغيرين، اول ما بدأنا ندرس اللغة الانجليزية كان عندي حتة مدرس حفظنا القصيدة دي، يعني عمل حتة زجلية كده من اللغة العربية المجزلية، يقول أيوت أتمشى قابلتني بيوتيفول جيرلز، بصت لي من زاويندو وقالت لي صباح الخير، خلت عقلي فلاي فلاي. سامحوني بس خاف معاكم شوية. نسأل الله العافية والعافية. عادات الأطفال دي بتتحفر ما بتنتجيش. سبحان الله. الشاهد يا إخواني أن الرجل يشتهي أن تنظر المرأة إليه كما يشتهي أن ينظر إليه، يشتهي أن يتحدث إليه ويشتهي أن تتحدث إليه، يشتهي أن تسر له بما عندها ويشتهي أن يسر لها بما عندها، يشتهي أن يشكو لها آلامه ويشتهي أن يسمع منها آلامها، يشتهي أن يلمسها ويشتهي أن تلمسه، يشتهي أن يجلس إليها ويشتهي أن تجلس إليه، يشتهي أن يخلو بها ويشتهي أن تخلو به، يشتهي حرارة جسمها أن يجدها عنده ويشتهي أن تجد حرارة جسمه. وعدد أكثر من 30 شهوة. الجماع شهوة واحدة من أكثر من 30 شهوة. احنا دمرنا البيوت لما المرأة تقضي كل شهواتها خارج البيت، ماذا بقي لزوجها منها؟ الجماع، طز في الجماع. كيف لا تدمر البيوت؟ لكن لو المرأة علمت ان زوجها رجل ومتكفل بكل حاجاتها ولم يحوجها الخروج، تنتظر أن تقضي معه الثلاثين شهوة كلها، ليس لها غيره. كم عطاؤها في مقابل هذا؟ ما في وسائل، ما في وسعها. أنا أسوق هذه المعاني لأن هذا الجانب خطير خطير، والكثير لا يفطن إليه، الكثير لا يفطن إليه. المرأة اللي خرجت وجلست، الله يخرجها وإيه بس، نحن في الطيارة، في الطيارة واحد راكب مع راكبة ما يعرفوش بعض، مجرد الرحلة 13 ساعة بيطلعوا حبيبة، بيطلعوا حبيبة، وما لحقش ينام على الفراش ومن غير جماع، وقد تتحول مواصلات واتصالات والدنيا تتقلب برحلة بجلسة. نفضل هذا المعنى. لذا قال السلف لو لم يبقى إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهم الآخر. المرأة فطرت على حب الرجال، والرجل فطر على حب النساء، دي فطرة ما لناش خلاف فيه. والشيء الوحيد اللي حرمه رب العباد والنفس تشتهيه، حرم الميت والدم ولحم الخنزير، كلها تشتهيه النفس السوية والفطرة السوية، لكن حرم المرأة ورجل يشتهي المرأة. لذا لما حرمها استثناها بين المحرمات.
فلم يحرم عينها. لما حرم ميتة يحرم أكلها بس، ممكن نشوفها ونمسكها. لكن لما حرم الزنا قال لا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا. إيه قرب الزنا؟ المقدمات الثلاثين ذكرناها دي، لا يبص لها ولا تبص لها، ولا يلمسها ولا تلمسه، ولا يشكلها ولا تشكيله، ولا يخلو بها ولا تخلو به، وعدد كل الشهوات. فقوله لا تقربوا كل مقدمات الزنا أغلق الله بابها على الرجال وعلى النساء. واضح المعنى الدخيل ده يا اخواني؟ ما حرم الله هذا الا ليتفرغ الرجل للحلال وتتفرغ المراه للحلال. واذا تفرغ الرجل كل حاجاته لاجلها عند زوجته هتبقى بالنسبه له السكنه التي ما بعدها سكنه. لذا قال تعالى: ومن اياته ان خلق لكم، يبقى بكل ما فيها من شهوات خلقت لي مش لحد تاني. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ليه؟ قال لتسكنوا اليها ولا لها؟ طب ليه ما قالش لها؟ لو قال لها إلا تختلف عنها في اللغه، إلا تسمى الغائيه فتقول جئت من البيت الى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد، لان إلا غائيه ينتهي معناها مع بدء المذكور بعدها. اللام لا، عايز تقول دخلت المسجد بس، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول واللام تعني الاستقرار والدخول. ولذا قال تعالى: قل هل من شركائكم كل اخوة الارض من يهدي الى الحق اي يوصلكم الى اول طريق الحق. فلما خرست ابصر الناس الرب اجاب عن ذاته فقال: قل الله يهدي للحق، ما قالش للحق، لنهايه الطريق. ده الفرق بين إيه ولا بل عقب فقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. يعني لو كان رب العالمين هيهديكم فقط لأول طريق الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعدكم أن يبلغكم آخرة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ رسول الله شرك الله. يعني لا يهدي إلا يهدى، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. فاقول الشيء اللي اعطيه، اذا كان لا يملكها لنفسه يعطيها لغيره؟ هيجيبها من فين؟ ها؟ افمن يهدي، شوف السياقات الالفاظ دقيقه جدا، حروف حرف حرف في متدق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع. استغفر الله العظيم. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فين القلوب والعقول؟ واضح المعنى الدقيق يا اخواني؟ هنا قال لتسكنوا اليها ولا لها؟ قال اليها. لو قال لها لما وجد الرجل عند امرأته سكنى الا في الجماع، في الاستقرار والدخول. لكن لما قال الى، اللحظه اللي يتوجه فيها لامرأة سيرتها يبدأ الأنس ويبدأ السفر. لو قعد مع أصحابه في الشغل ومنهم كمين وآخر من هناك، أول ما تيجي ست النساء وتفتكر مراته تلاقي أساليبه انبسطت وانشرح وبقى زي الفل. مجرد ذكر سيرتها تبدأ السعادة تموت في قلبه، يبدأ السفر. يا مراتي عاجبني. يبقى في سفر طويل جاي من آخر بلاد الدنيا لكندا عندكم، أول ما أربط الحقائب ورايح المطار ياه، معاناة السفر ستذهب وعذاب السفر سيذهب. كما جاء في الحديث السفر، قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. قالت أم عائشة رواية الحديث: لولا أني سمعت النبي يقول السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر، رضي الله عنه. ندرك العناء ده كله، العناء ده كله أول ما يتوجه ياه أروح لمراتي لسكني، فابدا السكن مع بدء توجهه اليه. اهل الجاهليه فهموا القصه دي، وللاسف الشديد مسلمين يجهلونها مع نصوص الوحي الداعي اليها. ولذلك كان اهل الجاهليه عايزين يخلوا الناس كلها تنتبه في المجلس، يعملوا ايه؟ يبداوا الحديث بالغزل، كل واحد يروح فين؟
الى سكنان. يبقى قاعد في المجلس ودماغه قلبه فين؟ سكن وانبسط هيقعد يسمع. ولذلك حتى العجوز اللي تحكوه ما فيش نفس. لا قاعد اول ما تمشي سبت انسان يبقى ذكر. رايح امك واسمع كلام عنك. بتضحكوا؟ طب كل اخواننا سمعوا القصه اللي واحد ما سمعهاش. الله يرحمه شيخ الشيخ تشكي بحكي هذه القصه ان رجل يعني شاب جليل شايل امه في افه في راسه الولاده لا تستطيع المشي. فلقي رجل كبير حكيم فبيقول لي يا ابني قال مين دي؟ قال له ده امي. قال له عامل فيها كده ليه؟ قال له ريح شايلها ريحها. قال له ريح انا رايح اكتر كده رحت في راسه. قال له لا يا ابني زوجها. قال له هي فيها نفس؟ دوكها فوق راح ضربها على راسه. قال يا ابني ريح امك واسمع كلام عنك. فريح امك واسمع كلام عنك. هذه فطره فطر الله الرجال عليها النساء. فالرجل يجد سكناه عند المراه. من يقوم على المراه؟ ابنها شالها على راسه. لو تعبت في فراشها يستطيع هو يدخل عليها في لحظه؟ يستطيع عينها يدخلها الحمام ويشيلها الحمام؟ لكن الزوج يملك هذا واحل له هذا. ما احل للزوج لم يحل لا للابن ولا للاب ولا لاحد الخلق الا الزوج. ولذلك المراه لا تجد انسها الا مع رجل. حتى وان لم يكن هناك جماع اغنيه فيها نفس الجماع لكن الانس تانس به وتتانس بها. الانف السكنه اللي ربنا سماها السكنه لتسكن اليها هي تسكن اليه وهو يسكن اليها. والسكن ده لا يقدر بثمن لا يقدر بمال. اخواننا ده الانسان لما ينقطع عنه بس اصحابه يشعر بالوحشه الشديده ازاي اصحابه قطع عنه. فبالك انقطع عنه مراته مطلوب يغسل لنفسه ونظف لنفسه ويلمس نفسه ولو مرض يكون مرض نفسه مش قادر يعالج نفسه. من يقوم مقام الزوج عند الرجل ومن يقوم مقام الزوج عند المرأة؟ ولذلك يا اخواني جعل الله لهذه العاقة سحر عجيب. والنبي يقرر صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والنبي راجع من غزوة قبل أن يدخل المدينة لقيته حملة بنت جحش. من حملة دي؟ بنت عمته سيدة أميمة بنت عم الطلق وأخت زوجته سيدة زينب بنت جحش. يعني أخت مراته وبنت عمته حملة زوجها مصعب بن عمير. فالنبي لما رأى حملة فجاءتها كبيرة في أحد قتل لها ثلاثة أسود. فبدأ بأعظمهم صلى الله عليه وسلم فقال يا حملة أواسيك في خالك أسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب. ترد إيه؟ قالت يا رسول الله لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عند المقدار ولا نقول إلا ما ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وأواسيك في أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. خلي بالك الأسود الثلاثة دول لو رحت أحد هتلاقي السبعين صحابي اللي قتلوا 67 متر من بعض والثلاثة الأسود دول مع بعض لوحدهم. الحمزة عبد الله بن جحش مصعب بن عمير الثلاثة يخصوا حملة. فبعد أن وساها في خالها استرجعت وساها في أخوها شقيقه أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار ولا نقول إلا ما رضي ربنا إنا لله راجعون. قال يا حملة وأواسيك في زوجك مصعب بن عمير فوالولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع الزوج من المرأة بمكان.
لا أخوها ولا خالها مهما على كعبه ولو كان أسد الله في الأرض. لا يعدل الزوج، لا يعدل الزوج. ولذلك كارثة المرأة في زوجها أشد من فجيعتها في أمها وأبيها، والشرع جرى على هذا. كم تحتد المرأة على أي مخلوق غير زوجها؟ 3 أيام، أبوها، أمها، أخوها، ابنها، أي واحد منهم أخذ 3 أيام. تقول السيدة زينب بنت جحش لما مات أخوها: والله ما لي بالطيب من حاجة. في اليوم الثالث تطيرت، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحتد امرأة على غير زوج 3 أيام. لكن الزوج جعل الحداد عليه كام؟ 4 أشهر من 10. من يعدله؟ ربنا وضع هذه العدة عفوا، ولا لأن حزن المرأة على أي مخلوق 3 أيام ويذهب وتهدأ الأمور، لكن الزوج عايز 4 أشهر حتى تنفد كل قواها، طاقة تحمل المرأة عن غير زوجها 4 أشهر، وده 10 أيام تتهيأ فيها للزوج الجديد. إذا قال: والذين توفون منكم وزرعوا أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر من 10. 10 أيام يا إخواني. رب العباد ما وضع هذا التشريع إلا لعلم بهذه الطبيعة التي خلق الخلق عليها. وأكرر: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وضحت المعاني الدقيقة دي؟ إذا ندرك قضية الزوج والزوجة قضية الشرع قدمها لأن الله عز وجل يعلم أن كل هذه الأمور لا تقضيها المرأة إلا مع زوجها، ولا يقضيها الزوج إلا مع زوجته. ولذلك لما عبر عن العلاقة اللي بين الزوجين قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أين تذهب كل طاقات المرأة؟ لزوجها. وطاقات الزوج مهما إدى أبوه وأمه نص ساعة ساعة في اليوم، لكن كل يوم لازم ينام مع مراته، فهي واخده الوقت واخداه، واخده الطاقات واخداها، واخده خير واخداه، شاء ام ابى. في مفر اعطيت المراه ما عليك تعطي زوجها غيره. اذا قالوا قد افضى، افضى عليه مش اعطى بس، ده افضى يعني كل الاسرار التي يكتمها الانسان على كل الخلق ما فيها ابويه واولاده لا تكتم على الزوج. أعظم ما يخفي العبد عورته، العورة. من يراها بالخلق غير الزوجة؟ ومن يرى عورة المرأة للرجل؟ بعد ما كشف الإنسان أمام المرأة كل سوءاته، ماذا بقي يخفي؟ وبعد أن كشفت هي كل سوءاتها، ماذا بقي تخفي؟ بقي عندها تخفي؟ لذا سمى الله هذا المعنى إفضاء، أفضى، أفرغ كل ما عنده، أفضى كل ما وسعه للمرأة. أنت تقص اللي علمت منك كل هذا، ألم تؤتمن على كل أسرارك وأدق أسرارك وجمع أسرارك؟ إيه اللي تخفيه عن ذلك؟ تقعد تلعب وتلف وتدور. سبحان الله، وربنا مديهم يعني بالفطرة كده حاسة سادسة تلف تجيبك. صحيح. ها عشان ما حدش يفكر يلعب. يلعب ايه؟ يلعب ايه؟ من غير باب وراه مش عارفين. السيرات مش ملحقين. عايز تفلفص بس مش عارف. العدل ومش ماشي. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، دي تعبيرات وحي، تعبيرات العليم الخبير لما يقول: قد أفضى بعضكم لبعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إيه الميثاق ده؟ العقد.
اللي جعل امرأة شريفة عزيزة منيعة في بيت أبيها تصبح تحتك تأخذ منها كل شيء وبلا مقابل غير زوجيتك. دي لو في بيت أبوها تبقى تلمسها تلمسها بإيدك تبصلها بعينك كيف تحولت بكلمة الله وأمانة الله لامرأة تفضي لك بكل ما عندها وتفضي لها بكل ما عندك. فسمى الله عز وجل هذا العقد بالميثاق الغليظ، ولم يصف بالميثاق الغليظ إلا ميثاقه على أولي العزم من الرسل. وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، من الخمسة دول؟ والعزم المسلم. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسمى ميثاقا على أولي العزم من الرسل ميثاق غليظ، وسمى الميثاق بين الرجل والمرأة بنفس المسمى. يبقى ده ميثاق عادي؟ ولا الميثاق عادله الله بأعظم ما كلف به خلقه مع خير من كلف به من خلقه؟ إخواننا المسألة مش سهلة. إحنا أمام تشريع، أمام وحي. الحياة الزوجية حياة، كيف نجعلها حياة زوجية؟ لا سبيل إلا بالتزام الوحي، لا سبيل آخر. هذا الإفضاء وهذه الطبيعة اللي ربنا أولادها عشان نطلع نتاج، أحلى نتاج، أولاد وذرية. في مقابل هذا النتاج الرب هيئ المرأة لهذه المهام. يعني هيئة أوجد لها من الإمكانيات والملكات ما جعلها تقوم بأعظم مهمتين في حياة البشرية كلها. أول المهام الأمومة بكل معانيها، فهي أم. وعد الرب هذه التهيئة آية من أعظم آياته. لو لم تهيئ لها المرأة كنا مربى؟ كان ده حال دلوقتي. لولا أمهاتنا ما كنا. وكل واحد لو استرجع تاريخه أنت ما قيمتك بدون أمك. يا إخوانا ده أمهاتنا ظللنا يربيننا ونحن كبار مش صغار بس. والله يا إخواني أنا بستحي وأنا بقول يا ربي رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة. يعني أحيانا بلاقي لساني يسبقني يقول وكبيرة. والله يا إخواني ما شعرنا باليتم إلا يوم موتها ونحن رجال وآباء وأجداد كمان. غياب الأم غياب، غياب الأم غياب. هيئها الله أن تكون أما وجدا، ولذا نص على هذا القرآن وجعل هذه أخطر وأعظم مهمة تقوم بها المرأة، ولا يمكن لأحد أن يقوم بدور الأم والجد. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ملكت ايمانهم فهم سواء افبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم الطيبات. فجعل هذه اعظم مهمة للمرأة. كيف نربيها في بيوتنا على أن تكون أقوى وأحلى وأجمل أم تربي لنا أحلى وأجمل جيل؟ وده حق المرأة والأولاد على الزوج. أبوها ربها كما قلت في بداية الدرس ولا تأخروا، أبوها ربها بنت، والذي أمر وجوبا أن يربيها زوجة وأم الزوج. تكليف لا تشريف، ولذا جاء الأمر بالوجوب وعقب بالوعيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون. هتخالف انت هتروح النار، هتضيعهم هتوديهم معاك النار. مسألة فشلة ولا هزار. كثير منا يتجوز، يا سلام بتجوز فلان بنت فلان الشيخ العالم. طب أبوها بيخربها زوجة؟ كان
كانت في يوم من الايام عنده زوجة وقلت له عنها بنت ربها بنتا، من الذي ربيها زوجة؟ الزوج تكليفا لا تشريفا. ما كانت في بيت ابيها ام، المطالب بتربيته ام زوجها ليعرف كل منا قدره وحقها عليه. ده امر لابد ان نعلمه. تكون ام، طب ام لمن؟ لطفل هيخرج الى الدنيا لا طاقة له ولا قوة، ولا في طفل يستطيع الكسب عند الولادة. ها؟ في طفل عنده حكمة وعلم ساعة الولادة؟ رب العباد يقول هو الذي أخرجكم كلنا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى لا في علم ولا حكمة ولا رشاد في التصرف. ها؟ الطفل في السن الصغيرة عنده رشاد؟ طب لو لقى أسد هيلعب معاه؟ أبوه يفر وهو يلعب معاه؟ طب الأسد هيهزر؟ سلامات. إذا ندرك هذه المعاني، خرج طفل بلا علم وبلا قوة، من يعوضه نقصه وعجزه؟ يبقى مش بتربي نفسها ولا ترعى نفسها، ده مطلوب منها أن ترعى نفس مع نفسها رعاية كاملة من الألف للياء. الموضوع ده عايز جهد شكله ايه؟ خرافي. ده كثير من الاباء لو ابنه بس قعد معاه ساعتين ثلاثه وخلفه في الكلام يشوطه بالشلوط. بيحصل ما بيحصلش؟ فين الرجوله بقى؟ ولا رجوله بالكلام؟ انا راجل. ها؟ يا اخوانا العلماء فرقوا بين الرجوله والذكوره. والقرآن فرق بينهم. في فرق بين ذكر وبين رجل. بل هتعرف عليكم طرفة تخاف عليكم عشان وقت. والأخوات. والأخوات. لسه لي نص ساعة على الفضلة دي يعني الله يرضى عليك، احنا بقى لنا ساعتين رجالة واخدين في جنابنا. واللي هنا دول حشمته فينا الله يرضى عليك. جايين لها خلاص. الله يرضى عليك، يعني ساعتين لينا ونص ليهم. الله يرضى عليك. حاضر. فمهمة المرأة الأولى أن تكون أما. رب العباد هيأها لهذا خلقا، فأعطى للأم من العاطفة ومن الحنان ومن تقديم ولدها على نفسها وهو في بطنها وهو على ثديها ما لا يعقل الرجال. المرأة ممكن تقوم الليل كله بالكامل لا تنام والنهار كله لا تنام. طوال ما الولد يشرق يا معلم. الأب كم يحتمل من هذا؟ لو تحمل مرة مش تحمل ثاني. هذه المقدرة عند النساء لا طاقة الرجال عليها. أم الرب هيئها لتقوم برعاية الولد تعليما وتربية وحماية. لذا قوى الله عاطفتها جدا وضعف ملكات الفكر عندها والعقل. طبعا النساء يتهمن بهذا وكثير من الرجال يطنطن على هذا، هذا الصح حسابي. قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلم لب الرجل الحازم منكن. قلنا ما نقصان عقل ودين يا رسول الله؟ قالت أليس، قال أليس شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. قال أليست المرأة تمكث الليالي في الحيض والنفاس لا تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. يبقى شو فسر وبين انا واضح. هل هذا الامر عيب فيها؟ ولا كمالها في نقصان عقلها؟ هل يتصور عاقل ان الله يقول عن ذاته والذي احسن كل شيء خلقه؟ فالرب احسن خلق كل المخلوقات وخلق المراه ناقصه. الذي يقول للمراه هذه الكلمه اساء الادب مع ربه. لا نعيب خلق الله. نقصان العقل ممدحة في المرأة وليس نقصان. فنقصان عقلها سبيل تربيتها لأبنائها. تخيل لو عقلها كامل وتعامل الطفل زي ما تتعامل. الولد وقع. أنت تعمل إيه؟ شايف عمال يتنطط ما نسمع؟ يا ابن 60 في 70 وتسحب العصاية. مش قلت لك ما تنططش؟ عايز طفل ما تنططش؟ فيه مخلوق
عشان يحرك عضلات جسمه ما بتفضلش. شوف ابن المعزه وابن الارنب، المعزه عندي كده لسه موجوده بتضرب بقرون وما لهاش قرون. الذي علمها هذا حتى تحرك ملكاتها وطاقاتها. الطفل كذلك لازم يلعب ولازم يتنطط ولازم يحرك كل جرحه فيه والا هيشل. الاب عايزه هادي عشان ابن هادي سلامات. ده كلما افرغ طاقته كلما ازدادت قوته. احنا فاهمين القضايا خطر، خطر كارثي. لذا جاء الحديث لاعب ابنك سبع سنين حقه يلعب، ما ينفعش بالقفل. حتى المكافاه مش الضرب والعقاب، المكافاه باللعب والعقوبه باللعب. عايز تكافئه في السن ده، ايه رايك بقى؟ لو عملت الموضوع في ده هجيب لك اللعبه الفلانيه. هيعمله. ها؟ لو ما عملتش كذا همنع عنك اللعبه الفلانيه، همتنع. باللعبه. لاعب ابنك سبع، ده سن الملاعبه. لا العقاب ولا التأديب، ولو ضربته لا أثر للضرب. ليه؟ لأن في السن ده لا أثر نفسي عنده. ضربت إيده، إن كانت ألمها هيعيط، راح الألم، راح كده. لكن لو بعد سبع سنين ولمسته ممكن عرض ست ساعات واللمسة لا وجع لها، لأن الألم النفسي هو اللي بيجيب أثر في التربية. نفهم يا إخواني أخوات في التربية. قبل سبع سنين لاعب ابنك سبعة، ولذا لم يأتي تكليف خمسة سبعة. وقال هذا الطفل، كل الفقهاء سموه الطفل غير المميز وجعلوا له أحكام خاصة به كلها مختلفة عن من تجاوز السابع. سموه طفل مميز. وفي كتب ألفت في هذا، هتلاقي كتاب كامل اسمه أحكام الصغار، الصغار الأولاد الصغار، الإنسان يتعامل معاهم. في كل المسائل الفقهية صغيرها وكبيرة. السلف يعني أمنوا له تأليف، أشبعوا له مؤلفات. ندرك هذه الحقيقة. الأم في السن الأولى هي الأقدر على الملاعب من الأب. هذا هو اللي بس. ولذلك هي من حيث كونها امرأة جبلت على هذا. عاطفة قوية وعقل ما فيش يعني ضعيف، نصف عقل الرجل. نصفه ليه؟ ليجعل الله عقلها بينه وبين الطفل. في النص بالمية. قربها من الطفل يجعلها أقرب إليه وأقدر على تربيته وحمايته. وده ابني حبيبي، مفيش تفكير. العاطفة تدفعها دفعا لحمايته. طب ده نوع بسيط، تتعثر مثلا في السجادة. لا ابني ما دام بيعرف يبقى أكيد في مزيف جوه، أنا مش شايف حاجة، وابني وأديه المستشفى وتقلب عليك الدنيا وعلى اللي خلفوه. ولن يهدأ لها بال حتى تطمئن إن الباب خلف. يا إخواننا الأم أم، ولذلك تفترض دائما فيما يخص أبنائها الأسوأ للأفضل. أقول يبس يا إخواننا، ده أنا أذكر كنا يعني عندنا يعني أقول يبس كنت في آخر الأربعينات، وأم لو اتأخرت تتصل بكل إخواتي، الحق أخوكم تاح. أقول لها حاجة بجوب الكرة الأرضية وأتوب في بلدنا. الأم أم هذه سجيتها وهذه فطرتها. ملكاتها في الحماية بالعاطفة لا تبارى ولا عقل فيها. الأب اللي يحسب أخ الولد وقع، ما كل عيال تقع. قوم يلا كبر. اتلم. هيخوفه ويرعبه حتى لو هبكي وعنده ألم مش هيبكي. وقد يكون مكسور بالفعل. لكن الأم أبدا لا تفعل هذا. فاللي ضعف عقل الأم وقوى عاطفتها العليم الخبير ليؤهلها لمهمتها العظمى الاولى ان تكون اما. عشان اخونا حامد ما زعلش، المهم الثاني ايه ده؟ هنختم بيها ايه؟ بتقول اسمي ليه بس يا شيخ؟ حامد موشه كمان هذا التكييف الرباني لعقل المرأة وجعل عقلها نصف عقل مش من حيث القدرة، ده ممكن المرأة في التحصيل تفوق الرجل، احنا شايفين الكلام ده ظاهرة موجودة. تطلع الأوائل يطعم الأوائل على طلبة الشباب. في فرق بين قدرة المرأة في التحصيل وبين
قدرتها على الفكر المحكومة بالعاطفة. يبقى ده مصدر الضعف، مش الضعف قدرتها التحصيل أبدا. وزيك بعض المقبولات من النساء تقول لك احنا قصاد عقل دين ده انا استاذ دمعة وأحفظ من كل اللي تشيل بتاعي طلع يقول عليهم، وحد اعترض على دي؟ لكن استاذ جامعة لو جبنا طفل عايم دلوقتي قدام رجل هيعمل معايا ايه؟ اسكت يالا، كلام يالا، افهم يالا، انت البعيد لا تفهم لانك لا تفهم انه لا يفهم ولا يعرف لو تفهم. طب هات اعظم استاذ جامعي وحط لها طفل يبكي امامها، هتفكر بعقلها؟ هتمسكه فورا اشتكي بشتكي سوسو توتو حسكت يالا. الحركات اللي عملها ده ليه؟ حجرت عقلها؟ لكن الله حبب إليها هذا وغلب هذا الجانب عليها حتى تتمكن من تربية الأبناء وعاتيه. الرعاية في الحماية التربية لابد لها من عاطفة تغلب على العقل والفكر. يعني مرادنا قصة عقل ليس له علاقة بالذكاء. لا، مش علاقة بالذكاء، علاقته بالتفكير المحكوم بالعاطفة. نفهم القصة عشان ما نروحش بعيد ولا هم يروحوا بعيد. هذا الضعف في الفكر والعقل هتقوم بدور الأمومة، والأمومة لك وعلى المولود له. عبارة القرآن بتلم لك الموضوع على بعضه. طيب بعدين، طب وأنا ذنبي إيه وابتلى واحد زي كده؟ ممكن رجل كده أقول له هذه هي سبب المهمة الثانية. كيف يسكن الرجل للمرأة لو كمل عقلها؟ لا سكنة. السكنة بنيت على ضعف العقل مع قوة العاطفة. الرجل طوال اليوم بيشغل ايه؟ في عقله. عقله في الكسب. ذهنه رايح جاي مع فلان مع فلان مشغول فلان مشغول فلان، من ساعة ما يطلع لغاية ما ينام دماغه ما بتستريحش. لما يروح البيت عشان ايه؟ يستريح. طب لو مراته عاقلة وتناقشه الحجة بالحجة، احكي لي النهاردة عملت ايه؟ وانا رايي في الموضوع فلان كذا، وانت رايي كذا، انا رايي كذا، وتناقش وتجيب له ادله. تخيل لو كمل عقلها وهتحاسب على الصغيره الكبيره. انت اتاخرت ليه النهارده؟ اصلي اصلك ايه وفصلك ايه؟ كل ما تلف عليها تلف عليك. تخيل لو عاقله تبقى انت رايح شغلك الصبح ودماغك كله انت في الشغل. في الشغل جزء وجزء عمال تفكر ازاي اخد عليه النهارده لما ارجع؟ فتخيل بالله عليك انت في البيت تفكر وفي الشغل تفكر ازاي تسترد الولية. لو استمر معاك هذا الامر 48 ساعة ان شاء الله هنقلك المصطفى مستشفى الامراض العقلية. لكن الطاف الله عليك ورحمته ان كل ما نبذله من جهد وعياء في العمل اذا فرغنا من عملنا عدنا للبيوت لنجد عاطفة بلا عقل، فنروح عقولنا فترة سكنانة لتستأنف العقول نشاطها لغدها. لو ضاعت فترة السكن في البيت ضاع رجل، ضاع رجل سكناك بضعف عقلها وقوة عاطفتها وليس العكس، ولا سكن لنا بغير هذا. ولذا السلف كانوا معاه فحرصوا لما يتجوز يفكر هتجوز مين؟ اللي هذا الجانب عندها أكبر. يقول علي بن طالب خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. يعني إيه؟ اللي العطف عندها قوية والفكر قليل انت ليه تعبان متأخر لأي سبب؟ زرت أصحابك واحد وقفك أخرك إيه وتأخرت إيه وانت بخط طريق والأكل كان سخن خليته لما برد. لو هو داخل يقول لي يا والله انا اسف وحشتني جدا، طب هتبوس تنسى السؤال. هذه عدوها افضل النساء التي تجهل مخرج. لكن ده لو مكره ما تلفش عليا ما تدورش عليا، قول لي ايه اللي اخرك احكي لي بالتفصيل يا ولي يا عزيز غد ده انا جعان ده انا ابدا. لا هتعرف تاكل ولا هتسمم من اكل وهتسمم من قعده وتسمم البيت عليك لمكرها. تخيل لو كل النساء
وصلت عقول هذه المرحلة. كان أحد من الرجال يد سكنة في بيته. ضاعت السكنة. ضاعت السكنة. إذا رب العباد لما جبل المرأة على هذا جبلها لتحتوي كل قوة. إذا الحديث نفسه الآن ما رأيته من ناقصات عقد ودين ذكر الميزل فيها، وإحنا بنقرأ حتة وسيب حتة. نمسك ناقصات عقد ودين ونسيب اللي بعدها. قال وما رأيتم من ناقصات عقد ودين إيه؟ وصفتهم إيه؟ قال أسلبوا للب الرجل الحازم منكم. بتلاقوا الحازم وتشوفوا له شنب جندل ومبهدل الدنيا كلها ويجي قدام الولية يبقى أرنب. بيحصل ما حصلش؟ سلب قلبي. مهما بلغ حسمه وحزمه وقوته المرأة بالعاطفة سلبت منه قلبه. لذا قال وما رأيتم من ناقصات عقد ودين أسلبوا للب سويداء القلب. أسلبوا للب الرجل الحازم الكل، عقله كله أصبح معاه بعاطفة ده تديره. إذا هذه قضية يا إخواني، رب العباد هو الذي رتب الخلق وهو الذي رتب الأمر. ألا له الخلق والأمر. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يبقى خلق وسوى الخلق، فمن عليه من ناحية الخلق والإيجاد، ها؟ وقدر فهدى، نعم من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. ندرك هذه الحقيقة. المرأة أمرت أن تكون في قمة هذا العطاء، وده الجانب الحقيقي الخطير اللي بيدمر البيوت. المرأة إذا فقدت عاطفتها وأعملت فكرها أو فكر من حولها من نساء أو من حولها من وسائل الإعلام، دمرت الرجال ودمرت الأبناء ودمرت البيوت. لو فسدت المرأة في هذا الباب أفسدت البيت كله. لذا قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إن ضاعت الأم ضاع البيت. الكل يركب إليه، الأولاد ركنهم إليه ولا عاطفة، الأب ركنه إليها وإلى عاطفتها. دمرت عاطفتها واستقوت بنفسها وتجاهد نفسها، مش حد عاطف، أنا مش أنا عصب رأسك. رأسك طب ليه بس؟ الله يديك يكسر رأسك. المرأة التي تترفع حتى تدمر بيت نفسها، هذه دمرت بيتها ودمرت أهلها. هذه كارثة. لذا كانت المرأة كلما ازدادت رقة مع زوجها أولادها كلما ازدادت رفعة عند ربها. بل عد رقتها وعطائها لزوجها أولادها من أعظم طاعاتها لربها. حتى نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها فرق خمسة وصامت شهرا وأطاعت بعلها وأطاعت أي امرأة صلت خمسة وصامت شهر وحفظت فرجها وأطاعت بعلها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. هذه المنزلة لم تعطى لبشر في التاريخ الإنساني إلا وهو الحديث الصحيح الثابت اللي طبعا الناس في ناس تاخدها، لكن سيدنا ابو بكر هو الوحيد اللي بشر بها. اهلها يتبشروا بها. النبي يقول ان في الجنه ثمانيه ابواب ينادى من كل باب على اهله، فقال ابو بكر يا رسول الله او ينادى على احد من الابواب جميعها؟ قال نعم وانت منهم. لم يبشر بهذه الا ابو بكر، وبشر به المراه كل امراه صلت خمسها صامت ادت الفراغ بس صلت خمسها ما لكش نوافل حتى صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها. تعطى هذه المنزله.
المسألة بلاش. عايزة تنال منزلة أبو بكر الصديق بدون جهد. فالمرأة أمرت أن تعمل عاطفتها مع زوجها إلى أعلى مراتبها، تراعي نظراته، تراعي سكناته، تراعي كل حاجاته حتى تشبعها له. إن لم تشبعها له هيفكر في إشباعها من غيرها، ودي تصوت وتولول. فاتق الله في نفسك واتق الله في زوجك. أنت مطالبة أن تعطيه كل حاجاته من جميع النساء. أنت البديل عن أمه، عن أخته، عن أهله، ترك كل دول تفرغ لك. فكوني له أما، كوني له بنتا، كوني له أختا، كوني له زوجا. مطلوب أن تعلم المرأة هذه الحقيقة، وأن تعلم أنها مطالبة أن جميع عواطف الرجل التي ضعفت عنده لن يشبعها غيرها، ولن يكلف بأدائها في حقه غيرها. مش هيكون امرأة ثانية، هي هي. كلفت بهذا وكلفت أن تبحث عن هذا لتكون هي المدير الحقيقي للبيت. كثير من النساء فهمين الكلام ده فهم خاطئ. لما قال تعالى الرجال قوامون على النساء قائمون على شؤون النساء، قيام تكليف حمايه ورعايه وحراسه واداره من خارج. طب وداخل البيت كلفت المراه. النبي صلى الله عليه وسلم مختلف السيده فاطمه مين اللي يمسك الراحه باللطحه قد ايه؟ فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي عليك خارج البيت وعليها داخله. داخل البيت يا الاستاذ والملك، احنا كلنا في مركب في سفينه كبيره. من الربان؟ الزوج مسؤول عن ايه؟ عن مواجهه الامواج ومواجهه الاعاصير ومواجهه الرياح ومواجهه الصخور ومواجهه الكارثه الطبيعيه. دي مساله الرجل. طب والمراه؟ رئيس مجلس اداره السفينه المسؤول عن داخل البيت بالكامل من الفه ليائه. تقلب العفشة تغير العفشة ما يبقاش الراجل قاعد لها في البيت حط خامس. عملت كده ليه؟ انت بتقعد في البيت ساعة يعني كل ساعة شعر ان اللفة دي في العفشة هتريح. تريح هتعدلها كده تريح. عايزة تحس ان غيرت في البيت، عايزة تحس ان انتقلت من بيت لبيت. الكلام ده نفسيا براحة جدا. ما ينفعش تحط راسك انا قلت لك ما تنقلش الكرسي ده من مكانه. انت لدماغك عايز تنقل مكان. ما ينفعش. داخل البيت ادارتها. الا ما يخص اموالك اوراقك، اما نظام البيت وعفش البيت وقعدة البيت والطبيخ اللي في البيت مسؤوليتك. مش مسؤوليتك. فانا رئيس مجلس اداره السفينه. كل ما يقع داخل البيت مسؤوليه المراه. لذا جاء الحديث ألا كلكم أحاديث في الآية نفسها، وعشان كده الإمام البخاري جاء بالحديث ما فيش غير الوحيد في تحت هذا العنوان. يا أيها باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأورد هذا الحديث حسب الله بن عمر. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة. مع أن سماه بيت زوجها لكن جعل الرعاية ليها مش ليه. واضح المعنى؟ عشان ولذلك ما قالش بيتها، قال بيت زوجها. حتى لو كان بيتك ومنسوب إليك وأنت اللي مشتريه وأنت اللي مالكه، هي المأمورة بإدارته. معاني دقيقة جدا والناس عارفة في غفلة. ولكي تديره عشان تهيئ لك أجمل جو، أجمل قعدة، أجمل راحة، أجمل سكينة. والإدارة مش هتبنى بالنت. المصيبة الكبرى التي حلت بالأمة الآن تبقى الست قاعدة طول اليوم ماسكة التليفون الواتساب. لا أب لا زوج تسأل فيه ولا أولاد بتسأل فيهم. هذه مجرمة في حق نفسها، مجرمة في حق زوجها، مجرمة في حق أولادها.
يا أخواتي، الحياة الزوجية لا تتأتى إلا بإعطاء أفضل ما عندنا، لا مجرد ما عندنا. المرأة مطالبة أن تعطي لبيتها أعلى ما عندها من جهد ومن عاطفة ومن فكرة ومن تدبير البيت حتى تسمو هذا البيت. لما تدمر كل ده عشان إيه؟ عشان تشوف فيديوهات وتتوت تتوت تتوت توتت أدمغة الناس. إخواننا، أقول هذا الكلام لإخواني وأخواتي، نحوا التلفون عن البيت جانبا. كثير من الآباء أهمل في تربية أبنائه بالتلفون، أهمل في توجيه مراته بالتلفون. كثير من الأمهات دمرت البيوت بسبب التلفون. كثير من الأبناء ضاعت كل نعم الله عليهم بوجود الأبوين والاستفادة منهم بالتلفون. المحمول حمل العقول بعيدا عن أصحابها، واللي عقله مش فيه يبقى فين؟ واضح المعنى؟ المحمول حمل العقول بعيدا عن أصحابها. مطلوب أن نكون عقلاء وأن نكون مسلمين وأن نعمل أمر رب العالمين في البيت. المرأة مطالبة أن تكون سكنة لزوجها، لذلك كل ما في وسعها أن تفعله لإرضائه أوجب الله عليها ذلك. كل ما يحق للرجل عاطفته بس، لا، كل حاجات. ومن هذه الحاجات الجانب الجنسي جعله الله حق له ولها. وللأسف الشديد إن كثير من بلاد الغرب خدعونا إن عندهم أدب جنسي وليس عندنا أدب جنسي، مع أن هذا وحي نص عليه في القرآن والسنة تفصيلا، وسلفنا ألف في مؤلفات من هذا الآية التي ذكرناها منذ قليل، لما قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قواعد للمعاشرة النسوية، فأتوا حرثكم، ما ينفعش يأتي في غير قبل، أي مكان ده ممنوع، لا تتسبده إلا في دبرها محرم، يستمتع وتهلك هي، كارثة كارثة. يستمتع في موضع واحد الذي هي فيه تستمتع. لذا قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، جاب أن ليفتح لنا الباب، أن الناس معاني أين ومن أين وكيف، ولم يستثنى منها إلا حظر النبي الاثنين في الدبر، لكن يستمتع براحته، ينام على جنب، ينام من فوق من تحت راحه. ثم قال وقدموا لأنفسكم، وجعل التقديم ده فريضة. الناس فهمها إن ده يعني إيه حاجة فضل من، لا، قال وقدموا لأنفسكم. الأمر هنا للوجوب، إتيان مقدمات الجماع فريضة. وقد ليه قلنا فريضة؟ لأن الله عقبها بالوعيد والجزاء، فقال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هتحاسبوا على هذا، وبشر المؤمنين اللي قطعوا صعب. فتوعد وعد، والوعيد مع الوعد يجعل الأمر الوجوب يقينا. قدموا لأنفسكم، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الزوج زوجته كما يأتي الأتان أتانته، فليلاطفها فليداعبها فليقبلها فإن له بذلك أجر. فعد الله التقديم عبادة كالصلاة والصيام، نؤجر عليها، مش حاجة مكروهة وعايز نخلص منها، لا، ده عبادة، وتفعلها على أنها عبادة وعلى أنها طاعة لله وأن لك أجر عليها. أنت تقدم وهي تقدم، تغريك كل ما في نفسها من زينة، تغري الرجل حتى لا يفكر في غيرها، وجبت على المرأة فريضة. ما ينفعش تبقى طالعة معاك في الشارع على سنجة 10 وقاعدة في البيت، يا خي انت غريب، هو الزينة الغريب، الله يخيبك،
ما كانش الزوجة تبقى مين؟ للأغراب؟ كما تبذل غاية جهدها عند خروجها لتكميل نفسها مطلوب أضعاف هذا مع زوجها. مطلوب بحيث تغنيه بحاجاته منها عن كل إنسان عالمي. وإن لم تفعل أزمت. لا تستهين بسبب هذا. مطالب المرأة أن تغري الرجل بكل وسائل الإغراء. يغريه التكسر، يغريه التمايل، يغريه التعري، يغريه أي زينة، أي مغري يريح من عين الرجل ويريح شهوة الرجل، وجب على المرأة، بل قال الفقهاء ما وجد. قالوا هناك بشر غلبت عليهم الجانب البهيمي، فقد يوجد إنسان فيه طبائع الهرر أو طبائع الأسود. الهرة لا تجد متعتها إلا إذا عضها الذكر، لا تقضي وطرها بغير هذا، وهو لا يقضي وطره بغير هذا. قال لو وجد رجل أو امرأة فيه طبائع الهرة، الحل إيه؟ لو عضها عضوها، ولو سبها لا تقضي شهوتها. قال أبو حنيفة تضع على كتفها خرقة ويعضها. أنا أقول كلام خطير، أنتوا إحنا يعني إخواننا ده دين، لعلكم أول مرة تسمعوا الكلام ده. هذا حق الرجل، لابد أن يقضي حاجته والمرأة مطالبة، ولا العكس، هي اللي ما بتستريحش ولا تستمتع إلا إذا عضته. تحط الخرقة وخلت عضته. هقول إيه أكثر من هذا؟ يا إخواني هذا الكلام دين، ما تضحكوش. الدين هذا علم، ده تشريع وعلم، ولا حياء في الدين. سيدة عائشة تقول رحمة الله بنت سهل أنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن الدين. كارثة أن احنا نجهل هذه الحقائق في شرعنا وندور عليها في كتب أعدائنا. بندور إزاي؟ وعرفت بعض الشباب بيدور على كتب الجنس عند غيرنا عشان يتعلم منها إزاي يعيش حياة جنسية يقضي وطره ومستريح. يا اخواننا فيه كل اداب الزواج موجوده عندنا، كل اداب النكاح تفصيلا. لما ياتي حديث النبي الصحيح يقول اذا اتى الرجل امراته فلا يعجل، فقد يكون احدكم اسرع من صاحبته في القذف، فلا ينزع حتى تقضي وطرها. قواعد، قواعد واحد. الكلام ده مش مجاملة ولا محاباة، ده دين يا اخوانا، دين رب العالمين. وكتمان هذا تدمير لشرع الله، لجزء من شرع الله. يعني عيب كبير جدا ان احنا عندنا هذا الخير نلقيه وراء ظهرنا وننهث على موائد اللئام لنلتقط منها الفتات. دمرنا البيوت وخربنا البيوت بايدينا، وعندنا الشرع الذي عصمنا الله به. هذه قواعد شرعيه. حتى المعاشره تفصيلا، ادبا. ما فيش حاجه اسمها عيب بين المرء والرجل. لا عيب اعمل كده، لا مش عيب. ايه اللي يريحك تعمله؟ وايه اللي يريحك تعمله؟ ومطلوب كل رجل منا يكون في منتهى الافضال مع امرأته. أنا متضايق من طريقة المعاشرة بالكيفية الفلانية، أصرح لها عشان تغير طريقتها حتى أستمتع وتستمتع، ونتعاون فيما بيننا حتى نقضي وطرنا بالحلال ونستغني جميعا بالحلال عن حرام. اعلام هذه الحقيقة. التقدمة اللي تثير المرأة أمرنا بفعلها كاملة. سيد الخلق وأكرم الخلق. تقول أم عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربت في الإناء ينتظر حتى أفرغ منه فيدير الإناء إلى موضع شكري فلا يشرب إلا منه. وده أوقر خلق الله وأكرم خلق الله على الله وقدوة عباد الله. كم
أثر هذه الحركة على نفسية المرأة عالية جدا. أنا كان نفسي الوقت خلص، كان نفسي أخوض في حديث الوزارة وحديث أمامة، لكن الوقت قصير جدا. كمل يا شيخ. أنا حديث الوزارة، حديث الوزارة لو دخلت أنا بس مش عارف موجود الشرط ولا لا، ممكن تلاقوه في موقع إسلام وإيه. أنا شرح حديث الوزارة في 11 محاضرة. وصية أمامة البهلية ودي اللي تهم الرجالة شارحها في 23 محاضرة. مش هلم 40 محاضرة ها؟ في 10 دقايق. إخواني أنا سبت لكم هذه المعاني على أعداد حتى ندرك جانبا من قواعد الله التي وضعها لتنظيم الحياة الزوجية على أرقى مستوى لا سبيل للبشرية إليه إلا بوحي العلي الكبير الحكيم. واضح المعنى الخطير ده؟ هذه المعاني هي الحياة الزوجية الحقيقية التي بها استقامت النساء وقرت عيون النساء حتى أن الله يحكي لنا. وده الآية اللي بدأنا بها آية سورة الأحزاب، الرب يذكر لنا تفصيلا كيف رب النبي النساء، لأنه رباش من عنده كل التربية للنساء بتوجيه من ربه. وبدأ بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، ربه يعلم ما يعلم النساء. عشان نشرح وصية الله للنبي في تربية نسائه عايزانها سلسلة دروس، لكن أنا أعطيكم الخاصة. لما فعل النبي هذا وربى نساءه بوحي الله، بوحي الله المنزل الذي أمرت القرآن، القرآن يتلى ويتلى ليه؟ لتقتفي الأمة أثره وتقتدي بنبيها. ده تشريع يا أخوانا، كل كلمة من دول جاءت في حق بيوت النبي جاءت تشريع لبيوتنا، لبيوتنا. خلاصة الخلاصة ذكرتها نفس السورة، حتى مع التعدد. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن أجورهن إلى آخر الآية. ثم عقب بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إيه معنى الآية؟ فسرته أم عائشة قالت لما كسر التكاليف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفه بداية العالمين الإنس والجن كل عارف، فعافاه الله لطفا منه من شرط العدل بين النساء. الآية دي تعفيه، ترجي من تشاء، تقرب العيسى بعد عيسى، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. لو انت واحدة عزلتها بكده استرجعها رجعها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع أن الله رفع عنه الجناح في العدل بين النساء، تقول أم عائشة رفع الله عنه الجناح في هذه الآية في العدل بين النساء، فأبى رسول الله إلا العدل بين النساء. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بس سموا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نتيجة ما فعل إيه؟ اسمع، 9 نسوة وشوف النتيجة معهم إيه. قال ذلك أدنى، أقل شيء قدمه النبي لسعيد أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. طب بالله عليكم كم واحد فينا استطاع أن يقدم هذه الثلاثة لامرأة واحدة يتم أشغلها؟ كم واحد وصل امرأته أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما يفعل معها؟ دي ثمرة شرع الله. ثمرة الجاهلية اللي عايشين فيها ضاع كل هذا، ضاع كل هذا. كل منا مطالب بهذا، مطالبين أن نرتقي بيوتنا إلى أعلى مراتب الرقية، بحيث لا تتمنى المرأة إلا زوجها ولا تمنى الرجل إلا امرأته. لكن احنا نفسد والنساء تفسد، النتيجة ان الرجل عايش يعيش، عايز يعيش مع امرأته
ولا الست عايزه تعيش مع جوزها حتى وصلنا لمراحل بوليبس مؤلمه جدا. بوليبس الله يرحمه الشيخ يشفي رحمه الله واسعه، اخ حبيبي اخ من زمايلنا، راح قال لمولانا قال له قال لي نفسي اتجوز اربعه مرات. قال لي يا ابني انت جربت بواحده؟ قال له لا. قال لي بس جرب واحده عايزها تصمت تقول يا رب ما فيش نص على قد دي. احنا عايزين نص على قد دي، نسال الله العفو والعافيه. الاخ نام قماره كان سابقوني مع المرضات الى الورقه الى الان. في اخ توفي وجنازته الان. نعم. اسال الله تعالى وسلم معي. اللهم ثبته عند السؤال. امين. اللهم ثبته عند السؤال. امين. اللهم ثبته عند السؤال. امين. اللهم ثبته بالقول الثابت. امين. اللهم ثبته بالقول الثابت. امين. اللهم لقنه حجته. امين. اللهم لقنه حجته. امين. اللهم حسن منطقه. امين. اللهم حسن منطقه. امين. اللهم ثبت قلبه على توحيده. امين. اللهم ثبت قلبه على توحيده. امين. اللهم اجر نزله. امين. اللهم وسع مدخله. امين. اللهم انس وحشته. وارحم قربته وتجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته. اللهم نور له في قبره. اللهم انشر له فيه. اللهم وسع له فيه مد بصره. اللهم اجعل قبره روضه من روضه الجنه. اللهم افتح له من الجنه. اللهم الى الحق باعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داري، وحالا خيرا من حالي، واهلا خيرا من اهلي، وزوجا خيرا من زوجي. اللهم قيه عذاب القبر، وقيه عذاب النار، وقيه عذاب يوم القيامه. اللهم اظله بظلك وما ظل الا ظلك. اللهم انظر اليه نظره لا يشقى بعدها ابدا. اللهم ارحمه وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها اولها واخرها عدميتها وسرها، انك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم.